آخر سنة سنتين صار وعي أمام العالم إنه استقرار الأردن مهم جدا، وإنهم مقصرين معنا لأنه الوضع الاقتصادي أولا من نقص الغاز اللي جانا من مصر وقت ربيع العربي اللي حطونا بالدين، و 20% من سكان الأردن لاجئين سوريين. العراق إن شاء الله راح نفتح المعبر بوقت قريب جدا، يعني بلشوا بس، لكن وفي هون تعاون بين مصر بين الأردن وبين بين العراق حتى يكون في جسر، والمركز التجمع راح يكون بمنطقة الشرقية، وهاي بيجي بتطور الوضع الاقتصادي بالشمال شيء بسيط جدا. أنا كنت بهولندا قبل يومين ثلاث أيام، العالم عم بغير وجه نظرهم بالنسبة للأردن، إنه في كثير من الدول الغربية إنه عم بحطوا كيف أولوية للدول اللي عم بتأثر إيجابيا بالعالم، فنحن صرنا من أحسن خمس دول بالنسبة لهولندا، فأي مساعدات زيادة بدهم يعطوا الأولوية للأردن، ومنها أكثر شيء للزراعة، لكن مش حكي فاضي، أنا استغربت لما وصلت هناك دارسين الوضع عارفين جايين حتى يطول الزراعة، فالناس حاسين إنه نحن أمامنا ضغط وفي ضغط على شعبنا. فلما بقول بدنا إن شاء الله بنشوف الخير، يعني في وعي بالعالم كيف يساعد الأردن، بس أهم إشي كيف نحن بنقدر نمسك معهم ب 2018 حتى نطور النمو إيجابيا وبعدين نمشي باتجاه صحيح. بجوز لما نشوف الشباب زيادة شوي هي بتمدنا قوة وعزيمة، لأنه إحنا من هذا المنظر نعرف ما يبذل سيدنا من جهد كبير لحماية هذا الوطن ورفعة هذا الوطن، وعندما نرى أيضا ابتسامتك نشعر بالأمل والتفاؤل. فكل المناسبات اللي أنت تكون خارج الأردن ولا داخل الأردن ونحن نتابع نشاطاتك كلها، لما نشوفك مبتسم نتفائل، لما نشوفك مكشر شوي نقول نتشائم شوي، فنحن نطلب منك دائما مكشر على جزء من المؤسسات. الواسطة، إحنا كلنا ضد الواسطة، ضد الواسطة إلا لما بيصير من جماعتي. أنا مع سيادة القانون إلا إذا تمسك واحد من عشيرته. فهل إذا بدنا نطور ونعتمد على أنفسنا نشتغل بشفوي ولا نشتغل بشفوي؟ وأعتقد الشباب اللي عندك بالجامعة عندهم الرغبة إنه يغيروا أسلوب العمل. إذا نحن بنقدر نتفق ونغير أسلوبنا، وأنا أعتقد إنه في حماس من الجيل الجديد إنه منصلح ونمشي باتجاه صحيح. فالهدف إنه لازم نشتغل من فوق لتحت من تحت لفوق، لأنه الأردني قادر بس لازم تعطيه الإمكانية.